للمرة الأولى منذ 12 عاماً سينتقل لقب رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى شخص آخر غير بنيامين نتنياهو. هو رئيس حزب يمين نفتالي بنت، والمفارقة أنه الشخص الذي يرأس أحد الأحزاب الصهيونية الأصغر حجماً في الكنيست. بعد أن تجاوزت حكومة التغيير وفق ما اصطلح على تسميتها وبشق الأنفس كل العقبات والفخاخ ونالت الثقة، تحولت الأنظار نحو التحديات والألغام السياسية والأمنية التي تنتظرها والتي جهد نتنياهو على نصب العديد منها قبل مغادرته. مع نيل بنت لقب رئيس الحكومة عليه اتخاذ قرارات دراماتيكية في سلسلة من المجالات. على المستوى الداخلي ينتظره القرار الأكثر إشكالية وإلحاحا حول مسار مسيرة الأعلام في القدس المحتلة، إضافة إلى الإسراع في بلورة الميزانية العامة والأموال القطرية إلى قطاع غزة وترتيبات مع حركة حماس وعملية تبادل الأسرى معها. وفي المجال الإداري تنتظر بنت سلسلة من التعيينات المتأخرة والقرارات المصيرية والإشكالية حول مواضيع الاستيطان. أما خارجيا فيتعين على بنت رأب الصدع الذي خلفه نتنياهو مع إدارة بايدن وتنسيق الخطوات مع الأمريكيين حيال الملف الأكثر حساسية، الملف النووي الإيراني، فضلا عن التهديدات الأمنية المحيطة. في المقلب الآخر تتوجه الأنظار نحو بنيامين نتنياهو الذي ما إن خسر السلطة حتى بدأ معسكره بتوجيه الانتقادات واللوم له، واستلت الخناجر في حزب الليكود إذانا ببدء معركة الوراثة. في المقابل سيسعى نتنياهو إلى الحفاظ على مكانته كزعيم لمعسكر اليمين المؤيد له وتثبيت موقعه في رئاسة حزب الليكود عبر انتخابات داخلية خاطفة تحرم ورثته المحتملين، وهم ليسوا قلة، من وضع الاستعدادات اللازمة لإطاحته من موقع رئاسة الحزب الذي تربع على قمته أكثر من عقد ونصف.